السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة خاصة جدا وأولى حلقاتنا من برنامج ساعة لقلبك. النهاردة إحنا جايين ومتوجهين بقلوبنا وبعقولنا لأننا بنحمل رسالة من أعز ما لنا هم فلذات أجدادنا الطلبة. وهو إيه دلوقتي غير الموضوع اللي بيشغل بال وأذهان الجميع، طلبة أولياء أمور دكاترة الجميع والأقارب والجيران، لأن ده طبعا مشروع يعني موضوع صعب وموضوع الساعة، وفي كلام كتير حواليه. الأولاد عايزين يعرفوا إيه اللي هيحصل لهم، وفي نفس الوقت عايزين يعرفوا إيه أهم القرارات اللي ممكن تكون في الصالح. فإحنا جينا عشان نحط نقطة على السطر ونعرف ايه هم عايزينه وايه المشاكل بتاعتهم وايه طلباتهم اللي ممكن ان هي تخدمهم وتكون في جانبهم وفي جانب الموضوع بصفة عامة. نبدأ معاكم وفيديو. الفيديو ده موجه من جميع طلبة مصر ومن اتحاد الطلاب في جميع المحافظات الى السيد وزير التعليم العالي. معكم عبد الغفار وزير التعليم العالي. الرسالة دي مقدمة من طلاب الجامعات المصرية بمختلف المحافظات. بعد رأي حضرتك ان التعليم الاونلاين ناجح بنسبة 90%، نحب نبلغ حضرتك ان التعليم عن بعد مش بيحقق مبدأ التكافؤ في الفرص التعليمية، وبيحتوي على العديد من المشكلات، منها عدم وجود امكانيات للطلاب للحصول على خدمات الانترنت، او عدم وجود اجهزة مناسبة للتعليم عن بعد، او صعوبة التواصل مع دكتور المادة وخاصة في التخصصات العملية، وغياب ثقافة التعليم الالكتروني. وعشان كده احنا بنطالب بحاجتين: استبدال نظام الامتحانات الورقية بعمل مشاريع بحثية لكل مقرر، وده تفاديا لحدوث تكدس أثناء فترة الامتحانات، وده ممكن يضر بصحتنا في ظل تفشي الوباء، ويقوم الطالب بعمل بحث والاكتفاء بما تم دراسته من بداية الترم وحتى 15/3 ويقدمه لدكتور المادة، ويكون ذلك كافيا وبديلا لنتيجة السنة الدراسية حفاظا على صحة الطلاب وحياتهم، ويعتبر هذا حلا لمشكلة تكدس الطلاب في القاعات والمدرجات الدراسية ووسائل المواصلات ومراعاة صحة الطلاب وأسرهم. ونلتمس من سيادتكم استبدالها بمشروع بحثي يشمل المقرر ويقيمه دكتور المادة، وذلك لا يخل بتسلسل المقررات التعليمية، حيث أن الطالب قد وصل لقمة الهرم في التخصص، وكذلك صعوبة تأخير موعد الامتحانات حتى لا يتخلف الخريج عن تجنيده في القوات المسلحة المصرية، مع العلم أن دفعة كاملة من الجيش هتتخرج وعدد الجيش هيقل، وهيكون محتاج دفعات جديدة في ظل الظروف اللي احنا فيها، وده يمنع تأجيل الدراسة للجامعات. أتمنى الرسالة تكون وصلت. طبعا احنا الفيديو ده كان بس هو في الملخص بتاع مشاكل الطلاب بالنسبة لنظام الاونلاين او التعليم عن بعد. هما كان ليهم رأي، وده طبعا كان رأي الأغلبية من خلال استبيانات ومن خلال استطلاع رأي على جميع جروبات الطلبة، اتحاد طلبة بقى او طلبة عاديين جميع المحافظات. فده طبعا كان إجماع الأغلبية بنسبة يمكن 80%. هنعرف الإجماع ده طبعا. الفيديو لخص الوضع بتاعهم، الوضع الحقيقي بتاعهم من قلب الصورة بتاعتهم. ومعانا برضو عشان نقرب للصورة طلبة بيمثلوهم وجايين برضو بيعلنوا الصوت بتاعهم اللي هو صوت أصدقائهم وزمايلهم الطلبة اللي هم ندبوهم عنهم. معانا ياسين ماجد كلية هندسة. اتفضل أدينا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة، وشكرك على هذا البرنامج الرائع. أعرف نفسي في البداية اللي ما عرفنيش، ياسين ماجد طالب بكلية الهندسة بجامعة حلوان. يمكن أنا متواجد مع حضرتك النهاردة نظرا أن في جروبات للطلبة هم كانوا رشحوني أن أنا أكون متواجد مع حضرتك، نظرا اني منسق مبادره فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجامعتي، فهم شافوا ان انا من احسن الناس اللي ممكن يمثلوا صوتهم بصراحه وبصدق. صوت محايد، يعني صوت محايد وهتمثلهم بامانه. بالظبط، اهم حاجه الصدق والامانه في الحوار. تمام. طيب قول لنا بقى ايه مشاكلكم، يعني او قول لنا ايه رايكم في نظام التعليم عن بعد. احنا جايين هنا عشان تقول لنا رايكم، انت منوب عنهم راي الطلاب في نظام التعليم عن بعد، ايه مزاياه وايه عيوبه من وجهه نظركم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم.
هبدأ بس كلامي بإحصائية بسيطة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. قال إن عدد الطلاب السنة اللي فاتت، طلاب الجامعات الحكومية، بلغ عددهم 2,263,000، ده بالجامعات الحكومية والأزهر لعام 2018-2019. من حوالي 22 ساعة بالظبط طلع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، صرح لصدى البلد إن 75% من الطلبة مستفيدين من التعليم عن بعد، ده من عند مارس، وحاليا بقى 90%. طيب حضرتك تعالي نحسب كده في الأول بالورقة والقلم كده، ال 75% عفوا ال 25% اللي مش مستفيدين دول عاملين كام؟ بالحسابات عاملين سيادتك نص مليون طالب، 565,000 طالب. ده رقم مهول، يعني حتى لو انا ال 25% دول مش مستفيدين، ده رقم كبير جدا، رقم ضخم، ما ينفعش حتى ان انا اسكت عليه لمجرد ان في رقم اكبر منه اللي هو 1.7 مليون مستفيدين. بس انا عايزه اعرف منك يا محمد، يا ماجد، يعني ياسين، يعني انا عايزه اعرف الاحصائيات، هل اجمالي الاحصائيات اللي معاكم اللي انتوا حطيتوها دي بترجح ايه؟ يعني انا عايزه اعرف موافقين او انتوا كام في الميه انتوا مرجحين ايه؟ هل التعليم فعلا عن بعد؟ احنا بنقول في كتير في قالوا ان التعليم عن بعد، في يعني في نماذج احنا قابلناها قالوا ان التعليم عن بعد كويس، وفي نماذج قالوا لا. الاغلبيه من قلبكم انتوا، من الواقع العملي بتاعكم انتوا. تمام، من واقع الارض هقول لحضرتك. انا كنت حابب ان انا ابدا بالمشاكل الاول بس عشان تكون الصوره واضحه وكامله. الأغلبية للأسف بيقولوا طبعا لا، للأسف لم يجني ثماره التعليم عن بعد، بصرف النظر عن جهود وزارة التعليم العالي في هذا الموضوع. نيجي هنا نتكلم في اشمعنى ليه. تعالي كده حضرتك نبدأ بجملة قالها السيد المتحدث الرسمي، قال ال 75% دول جم ازاي؟ انا بس الموضوع ده مهم جدا، ال 75% دول على اي اساس؟ قال على اساسين، تحميل المقررات ونسبة التواصل على المنصات. طيب أنا كواحد طالب في هندسة اتصالات لازم أكون واخد بالي كويس قوي من لما نيجي نتكلم تعليم أونلاين أو شبكات، لازم يكون ليا تعليق واضح وتقني. طيب تعالي حضرتك لكلمة تحميل المقررات، هنا أول مشكلة لازم بتواجهنا، وأكتر مشكلة جات لي أو تاني أكتر مشكلة جات لي، اللي هي إيه؟ نوع المقررات نفسه. أغلب الدكاترة، أو هقول نسبة عشان هقول نسبة، نسبة كبيرة من الدكاترة بيرفعوا بملف بي دي اف اللي هو كتاب، ان انا جاي بدرس تعليم اونلاين عشان باخد ملف بي دي اف. وهنا حضرتك لما نيجي نتكلم على التعليم عن بعد، بي دي اف يعني محاضرات، يعني هو بينزل لك يعني مش ما فيش شرح، يعني ما فيش فيديوهات، احنا سمعنا المفروض يكون في فيديوهات. حلو، ده ينقلنا للجزء الثاني، فيديوهات. طيب انا عايز حضرتك كده تختاري، تحب نتكلم عن الفيديوهات اللايف، المحاضرات اللايف اللي هي بث مباشر، ولا تحب نتكلم عن الفيديوهات اللي مش لايف؟ لا بصفه عامه انا عايزه اعرف في فيديوهات وبتفهموا منها ولا، يعني هل الفيديوهات بتوصل الرساله؟ ما انا اقول بقى لحضرتك بقى هنا مشكله، جينا لاكتر مشكله جت، يعني انا كنت بكلم حضرتك دلوقتي في تاني اكتر مشكله جت، دلوقتي هنيجي لاكتر مشكله جت اللي هي ايه؟ ضعف الانترنت. عند حضرتك دلوقتي انا هرفع فيديو اوف لاين عشان الناس تفضل تخش عليه، قصادي ثلاث طرق، يا اما يوتيوب، يا اما جوجل درايف، يا اما على منصات اللي هي اللي عملتها وزاره التعليم العالي بكل جامعه. طب تعالي حضرتك نمسك اول حاجه يوتيوب، هقول 25% من الطلبه عفوا 75% من الطلبه مش عفوا مستفيدين. طيب جميل قوي، حضرتك هنا مركز الجهاز المركزي. طب انا من غير مقاطعتك يا ياسين، يعني انا عايزه اعرف، يعني انتوا المشاكل عندكم ان الباقه، ان النت ضعيف، ده اول مشكله صح كده؟ يعني احنا لو سلمنا اوكي ان فرضا جدلا ان النظام ده كويس وان انتوا بتفهموا منه، هنقول عندنا يا جماعه النت ضعيف في مصر، احنا مش اي دوله يعني، احنا النت عندنا مش توب، احنا كلنا في المحافظه وفي قلب القاهره بنشكي من ضعف النت جدا اليومين دول كمان. تمام، وانا جاي لحضرتك في الكلام بقى، لان في مشكله اكبر منها بكتير، ودي زي ما قلت لحضرتك اللي هي ايه، الدكاتره نفسهم كثير منهم للاسف عنده ضعف في مساله التعليم عن بعد، واخد بال حضرتك؟ فدي بتاثر كمان في طلبه كتير جدا بيشكوا احنا مش فاهمين، واخد بال حضرتك؟ ولو تحبي باستفاضه اشرح لك الموضوع الصوره عشان تكون واضحه للمشاهدين ولحضرتك، انا ممكن اشرحها لك بالظبط دلوقتي في عجاله سريعه، دقيقتين بالظبط ممكن؟ تمام، هقول لحضرتك. اول حاجه بالنسبه للفيديو الاوفلاين اللي هو الموجود تقدر تتفرج عليه 6-7 مرات، لو قلنا ان الفيديو ده على اليوتيوب، اتحدى حضرتك دلوقتي وزاره التعليم العالي ان يطلع 2000 قناه، 2000 قناه لكل دكتور.
مش 75% من الطلبه مستفيدين يعني 1.7 مليون. اتحدى 2000 قناه 2000 دكتور يكون ليه محتوى على اليوتيوب، مستحيل يجيبوا 1000 حتى. ده حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه لجوجل درايف، جوجل درايف ليس منصه رفع الفيديوهات لمشاهدتها، فبالتالي بضطر احمل الفيديو، احمله ما اقدرش اتفرج عليه، احمل الفيديو واستهلك باقه نت كبيره وافضل احمل في الفيديو. طيب بالنسبه بقى لمنصات التعليم عن بعد، مشكوره طبعا وزاره التعليم العالي ان هي عملتها، ولكن هنا في مشكله ثانيه. لما جينا وقلنا ال 75%، هقول لحضرتك الاحصائيات تاخد ازاي. انا لما بخش على الموقع، سواء انا دخلت عليه مره 2 3 4 5، بتتحسب ان في 5 دخلوا، واخده بال حضرتك؟ فلو انا دخلت 20 مره من نفس موبايلي، هيتحسب ان في 20 طالب دخل. فهنا الاحصائيه نفسها ال 75% دول تقنيا ليس لهم اي اساس اطلاقا، يعني احصائيه مش على ارض الواقع مش صحيحه يا فندم. اللي مطلع من الاخر، اللي مطلع الاحصائيه ده مش شخص دارس اتصالات او حاسبات، وبالتالي هو معذور ان هو طلع الاحصائيه دي. يعني الغلط مش غلط مثلا سياده الوزير ولا المتحدث الرسمي، الغلط في الشخص اللي جمع البيانات، هو مش فاهم ميكانيزم المشاهدات اصلا تيجي ازاي على المواقع. فهنا حضرتك الاحصائيه دي تقنيا، يعني انا مش قصدي اي حاجه، بس يضرب بها عرض الحائط، ان هي يعني ارجو ان يكون في استبيان للطلبه نفسهم، واخد بال حضرتك، ان يتم اخذ راي الطلبه نفسهم بجد بالرقم القومي واسم الجامعه وكل الكلام ده، ويخشوا ويقولوا فعلا رايهم. بالفعل انا فعلا يعني حتى من خلال انا على صفحاتنا كده، احنا لقينا شكاوى عديده بالالوف بالاف الطلبه، وهم منوبيننا النهارده، يعني مش عايزين نقول لحضراتكم بكائهم، بكائهم هم بيقولوا احنا بنضيع، احنا حاسين ان احنا كبش فدا السنه دي، خلاص احنا لا عارفين نركز ولا عارفين نذاكر ولا عارفين نلم المنهج، نتيجه طبعا الوضع الصحي اللي موجود، ونتيجه ان كل حاجه. يعني انا برضو ياسين عايزه اقول لك، يعني انتوا قلتوا الباقه وضعف الباقه، وفي ناس كتير طبعا في المحافظات والقرى والارياف، طبعا دول يعني برضو الامكانيه بتاعتهم هتبقى برضو ايا كان على قدر، هتبقى ضعيفه جدا، فمش هيقدروا ان الواي فاي والحاجات دي طبعا بتاخد، وتنزيل محاضرات بالكامل صعب جدا. مزبوط. جدا تمام كده. الحاجه الثانيه بقى ان انا عايزه اقول، المحاضرات البي دي اف نفسها، هل انتوا بتفهموا منها؟ يعني هل انتوا بتفهموا؟ الكتاب بينزل لكم مفيش شرح، انت بتفهم قدام الدكتور؟ يعني انا في ناس قالت لي احنا ما بنفهمش واحنا قاعدين في المحاضره. لا 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 خالص، لا خالص، خاصه انا مثلا طالب في هندسه، ما ينفعش معايا ابدا بي دي اف. يعني انت كليه عمليه، ما ينفعش اطلاقا. وغير كده يعني ماده زي الرسم الهندسي، يعني انا هنا حابب انوه، انا مش هقول اسامي، مش هقول اسامي كليات، انا جالي فيديو النهارده الفجر حضرتك، الفيديو ده عباره عن ايه لماده الرسم الهندسي. الفيديو ده عباره عن ايه، مدته دقيقه و50 ثانيه، عباره عن ان البي دي اف نفسه بيتفرق، يعني بيتملى على ما بيتملى بينزل لتحت. وانتوا كليه عمليه، يعني برضو انا يعني انتوا طلباتكم، انت ككليه عمليه، يعني انت قلت انت ما بت... صح البي دي اف. وبعدين يا جماعه انا عارفه ان احنا، يعني احنا كان على ايامنا كل الطلبه في بدايه، في اخر ثلاثه، في بدايه اربعه بيبقوا قاعدين اوريدي في البيت، صح؟ بتبقى حتى المناهج بتاعتهم بيبقى خلاص الدكاتره ادوا لهم الجزء اللي هيذاكروه، وشطبوا لهم الجزء اللي مش هيذاكروه، صح؟ فهو المفروض ان انتوا تبقوا ساعه ما تقعدوا انتوا في اول اربعه تبقوا اوريدي واخدين الحاجه اللي هتذاكروها. طبعا. يعني انتوا المنهج لغايه نص ثلاثه، ليه ما يبقاش المنهج لغايه نص ثلاثه؟ ما هو ذات سفير على الجميع، في كل الكليات، معاهد بقى، ازهر، كله لازم يكون المنهج يا فندم على نص ثلاثه اللي هم حضروه بالفعل، الى جانب ان هم كمان ده هم لما بيقعدوا كمان بياخدوا يعني نص المنهج، نص كمان النص المنهج اللي هو بتاع الترم الثاني بيتشطب ليهم، بيبقوا قاعدين وعارفين وبيذاكروا خلاص اوريدي. فانا هل ينفع انتوا دلوقتي في نص اربعه ولسه بتنزل لهم محاضرات ومش عارفين هيجي لهم الامتحان في ايه؟ ما انا بقى ده هنا حضرتك، الطلبة كتير كان بتطالب فعلا بموضوع ان يا ريت الامتحانات بتاعتنا حتى تيجي لحد قبل 15 مارس اللي هو وقف الدراسة، بيتمنوا حاجة زي كده. تمام. ده غير ان الاغلبية، انا هقول بقى الاغلبية، قالوا يا ريت ان يتم الاكتفاء بعمل ابحاث بدل الامتحانات. اصل حضرتك في عامل، يعني انتوا حابين انتوا تكتفوا ببحث؟ نتمنى حاجه زي كده. طب طبعا والجزء اللي ما اتشرحش، اللي انتم بالنسبه لكليه عمليه مش هيقدر طبعا ان احنا يعني يتشطب لكم جزء عملي في اخر، هيتعمل فيه ايه ده؟ جميل قوي. طب انا اقول لحضرتك على حاجه، انا مثلا عندي ماده اسمها الالكترونكس، الكترونيات، كل ترم بعمل لها مشروع. تمام. وباخد كلام نظري وكل حاجه. انا ما عنديش مانع ولا مجموعه كبيره من الطلب عندهم مانع ان هم مثلا يمتحنوا لحد 15 مارس اللي احنا اخدناه، واخد بال حضرتك، وكده احنا بنسلم مشروع كل لا ما احنا الامتحانات هتبقى صعب. ما بص، ما احنا نقول ايه، الامتحانات بالنسبه لكم، اصل برضو احنا مش عايزين ان احنا ندوخ الدنيا معانا، يعني هو سياده الوزير متعاون وعايز يحط لكم قرار. فاحنا هنقول يعني الامتحان
صعب بالنسبه لكم انتوا اونلاين برضو، احنا قلنا يعني مساوئ الاونلاين مستحيل، لكن انتوا عايزين بحث، نتمنى حاجه زي كده وكل دكتور يحط. بس الفكره حضرتك عايز بس اوضح لحضرتك بس احصائيه من فضلك. طيب عشان الوقت بتاعنا بص يا ياسين انا عايزه يعني اركز معكم، انت ككليه عمليه عايزين بحث لايف نوستالكس كويس، وعايزين الجزء لو انتوا اخر سنه اخر سنه طبعا دي مش هنقدر ان احنا نطلب منها حاجه، فهم برضو في ناس قايلين ان هم عايزين مشروع في الجزء اللي هو الاخير ده العملي، وحتى لو ان هم لازم هياخدوه فممكن في 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 على السنه على السنه الجديده يترحل وياخدوه عادي ويبقى كويس. واحنا نتمنى طبعا حاجه زي كده، وفي الاخر طبعا الوزاره هي انا عارف ان انا واثق في سياده الوزير ان هو هيختار الامثل الحل الامثل لينا، ونتمنى فعلا. وسياده الرئيس احنا برضه بنوجه لسياده الرئيس برضه رساله، لان هو اب الطلبه كلهم، والعلم ده هو عماد بناء اي دوله، فاحنا مش عايزين نحسس الطلبه ان هم يكونوا ناقمين ويكونوا حاسين ان احنا فعلا بندفعهم، وبعدين ما هو الطالب ده هيرجع لنا هيرجع لبيوتنا، ما هو في المواصلات، ما هو بيحتك في المواصلات وبييجوا من محافظات، فكل ده هيبقى علينا احنا. ففي النهايه في نهايه فقرتك انت يعني طلبك اتفضل تسمحيلي. طيب انا بس حابب انا بس عشان الوقت ياسين عشان المفروض نعمل معانا مداخلات دلوقتي في دقيقتين بس، لا معاك نص دقيقه خلاص نص دقيقه. انا بس كنت حابب اوجه رسالتنا لفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي دوله رئيس الوزراء. يا سياده الرئيس حضرتك عودتنا من زمان ان احنا دايما اي مشكله سيادتك بتحلها لنا، حضرتك القائد الاعلى للقوات المسلحه، والقوات المسلحه من زمان دايما وهي بتحل لنا كل مشاكلنا. ارجو من سيادتك التدخل وتحسن ان احنا فعلا صوتنا وصل لسيادتك، اتمنى. واشكر حضرتك جدا يا استاذه. شكرا جداً. شكرا. طيب احنا دلوقتي معانا مداخلات برضو لطلبه. طيب هو احمد، احنا انت احمد معانا برضو طالب، هو طالب كليه، اتفضل. يا كليه تجاره نظري يعني. تمام مبدئيا يعني مبدئيا الكليات النظريه ما فيش اي مانع خالص انه يتعمل بحث. تمام. وقصه اللي احنا نمتحنه في شهر 6 دي مترتبه على فيروس كورونا، وفيروس كورونا لو استمر شهرين متتاليين قصه نمتحنه في شهر 6 دي مستحيل. فبدل التوتر للطلبه وايا كان اللي بيحصل دلوقتي، ما فيش مانع يعني انه يصدر قرار بانه نعمله بحث عن كل ماده. تمام. ده الحل الامثل والبسيط. تمام. بيقولوا عايزين نعمله نمتحن اونلاين. يعملوا استبيان لكل جامعه. الاونلاين صعب يعني انت من غير الاستبيان ما فيش وقت دلوقتي ان احنا نعمل استبيان، ده انتوا خلاص انتوا خلاص في اخر اربعه، المفروض امتحان هيبقى في شهر. كلامنا بيقولوا الاونلاين ناجح بنسبه 75%. واحنا بنقول انه هو ما نجحش بنسبه 75%. تمام. هم يعملوا استبيان لكل جامعه لكل اسم برقم جلوس. تمام هو دي بالظبط كده. طيب احنا متفقين. طب احنا ممكن معانا ناخد بقى مداخله دلوقتي. طيب هو المفروض احنا معانا دكتور ياسر، دكتور ياسر في كليه الاقتصاد والاداره جامعه اكتوبر، وكيل كليه الاقتصاد والاداره جامعه اكتوبر، وكنا عايزين نسمع رايه. فاحنا هنكمل بس على انا برضو يا جماعه عندي عشان بس لو ما لحقناش المداخلات يبقى انا صوتنا بنوصل صوتنا هنا اهو. معايا معانا دكتور ياسر. الو الو دكتور ياسر. الو. طيب اديني معلش اديني مداخله تانية لو عندكم. طيب احنا عندنا برضو ثانويه عامه، يعني احنا برضو بنتوجه لسياده معالي وزير الوزير التعليم التربيه والتعليم دكتور استاذ الدكتور طارق شوقي. بالنسبه للثانويه العامه يا فندم، احنا برضو حضرتك تفضلت شاكرا ان خليت المناهج لنص مارس، وده طبعا قرار عادل جدا وقرار حكيم وجميل ونشكرك عليه. لا طيب احنا معانا تليفون مع حضرتك. ايوه مع حضرتك. الو. ايوه مع سيادتك. ايوه دكتور. ايوه يا دكتور. الله يخلي حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخلي سيادتك. طيب احنا حابين نسمع راي حضرتك يا دكتور. احنا حضرتك معانا بنتكلم دلوقتي عن موضوع التعليم عن بعد، ما بين الرفض والتأييد. حضرتك شايف من واقع موقع حضرتك كأستاذ ودكتور ووكيل كلية وبين الطلبة، شايف رد فعل الطلبة ايه بالنسبة للنظام ده؟
بالنسبه حضرتك للتدريس اونلاين، حضرتك رد الطلبه حضرتك هو هيبتدي حضرتك لفشل التعليم في مصر، وده حضرتك عشان قراره حضرتك وزير التربيه والتعليم ياخد القرار ده، حضرتك لازم يكون في يد محكمه حضرتك تمشي الموضوع ده، لان سيادتك هياثر على طلبنا واثر على طلابنا اللي موجودين حضرتك في مصر. تمام. التعليم عن بعد حضرتك عشان نتكلم فيه حضرتك، ده بيتمثل حضرتك في الدول الاوروبيه كالصين والهند واليابان وبالنسبه فرنسا وايطاليا والدول دي حضرتك المتقدمه، هي المفروض حضرتك تمارس حضرتك التعليم عن بعد، واحنا خدنا الفكره دي منهم. انما في مصر حضرتك لو ابتدينا حضرتك نتعلم التعليم عن بعد، ده حضرتك فشل للتعليم، لان مفيش رسم حضرتك يمشي بيه. وبالنسبه لموضوع حضرتك الابحاث والتطورات بالنسبه للبحوث حضرتك اللي احنا بنتكلم معاليك عليها دلوقتي اللي بيعملها وزير التربيه والتعليم، ايوه اتفضل، فشل حضرتك برضه في التعليم لمصر، لان سيادتك بالنسبه للبحوث دي بيعملها حضرتك طلبه الجامعه مش طلب الابتدائي او طلب الاعدادي، لان سيادتك يا بتبص للبحوث هتلاقيها حضرتك مكرره. هل حضرتك هتتراجع البحوث دي؟ هترمي حضرتك ايه في الشارع، والطالب حضرتك ما استفادش حضرتك من اي حاجه من الحاجات دي. يعني حضرتك، طب بالنسبه لحضرتك يا دكتور، يعني كبرضه استاذ ودكتور واكيد طبعا ليك طلبه ومحاضرات، هل حضرتك قادر ان انت تتجاوب مع نظام الاونلاين ده؟ يعني احنا سمعنا شكاوى كتير حتى من الدكاتره ان هم مش عارفين او مش قادرين يستجيبوا او يتكيفوا مع هذا النظام في مشاكله. ايه رايك حضرتك؟ الجامعيين طلبه الجامعيين ممكن حضرتك يستفاد منه حضرتك الطالب الجامعي، انما الطالب الابتدائي او طالب الاعدادي او طالب الثانوي حضرتك ما يقدرش عنده اونلاين حضرتك عشان يستفاد، لان سيادتك اغلبيه الطلبه حضرتك ما عندهاش كمبيوتر في البيت، وحضرتك عندوش حضرتك هو فتره يقدر يقعد حضرتك على النت او سيادتك يستفاد من المحاضرات او الحاجات اللي بيدوه حضرتك تبع الوزاره. تمام. فده حضرتك فشل هيأثر على التعليم في مصر وأثر على البعد الاجتماعي في مصر وأثر على يعني هو حضرتك مؤيد الطلبة، يعني أو حضرتك من موقعك أنت عارف حضرتك، يعني سيادتك قادر أن أنت تتجاوب مع النظام ده برضه يا دكتور؟ يعني تجربة شخصية. طيب معانا دكتور أشرف ولا دكتور إسلام؟ مين دكتور أشرف أزهر؟ الو. طيب تمام، احنا كان معانا دكتور اشرف استاذ الشريعه الاسلاميه والفقه بجامعه الازهر، وهو كان برضو له راي خاص في الموضوع ده، فاحنا برضو حابين يا ريت ان انتوا تعودوا، معلش الاتصال. طيب احنا نرجع للثانويه العامه تاني، بما اننا احنا يعني اتكلمنا استفدنا في موضوع بالنسبه لطلبه الجامعه، وطبعا ده طلبه جامعه يعني بينطبق عليهم برضو الجامعات الخاصه والمعاهد وازهر والتمريض، حتى مدارس التمريض، كل دول برضو ليهم نفس الشكوى. وانا طالما اتكلمت عن التمريض فانا بقول ان مدرسه التمريض برضو ليها شكوى خاصه، ان هم في اخر سنه، يعني الحمد لله ان النقل خلاص هو الحمد لله مشكلته متحلت، لكن اخر سنه بينزلوا تدريب عملي في المستشفيات، وده طبعا شيء ساير الرعب فيهم برضو، لان في الظرف ده كل طالب او كل ام واب برضو خايفين على اولادهم ان هم ينزلوا، يعني برضو لازم ارجو ان الفتره دي بالذات فتره حضانه مرض، يعني احنا لسه الصين لو خدت شهر، احنا ناخد يا جماعه 3-4 شهور على ما رسالتنا توصل للطلبه، لان احنا عندنا العمليه يعني صعبه شويه، صعبه في المصداقيه، على ما نصدق وعلى ما نستعي حقيقه الامر بتاخد منا وقت. فنرجو ان ده كله يوضع في الاعتبارات، وان الامتحانات يعني احنا معاكم ان يكون في تقييم، اي سبيل التقييم، بحث مناسب، اوكي مفيش مشاكل. وطبعا احنا بنشكر الدوله واحنا بندعمها في كل خططها، ومتاكدين تماما ان شاء الله هيكون في قرار حكيم صادر لمصلحه الجميع، مصلحه امن الوطن وامن البلاد وامن الطلبه وامن اولادنا. برضو ثانويه عامه، معلش قبل ما اسيب الفقره دي، انا حابه اقول ان ثانويه عامه يا سياده وزير التربيه والتعليم، حابين تخفيف المنهج أول حاجة، هو نص ثلاثة كويس قوي، تخفيف الامتحانات مع المراعاة إن الطلبة برضو بني آدمين، دي حاجة، وثانوية عامة متوترين بطبيعتهم. الحاجة الثانية إن 98% يا دكتور، يعني سيادة الوزير 98% للطلبة الطب وبرضو ارتفاع هندسة في السنوات اللي فاتت كانت مقبولة، السنوات دي إحنا في ظرف استثنائي، في ظرف طارئ.
كل الاولاد متوترين، فلازم نرى ارجو من سيادتك قرار انساني، قرار انساني تخفيض نسبه القبول للطلبه العمليين. ممكن النظر مش عايزين نوجه طلبتنا العمليين لكليات بقى دراسه استثماري وبفلوس، ودول طب وهندسه، يعني طب وهندسه لازم يكونوا فعلا متفوقين ومتميزين، مش اللي هم يعني ده احنا مستقبلنا كله بين ايديهم. طب يعني الصحه العامه والهندسه المباني بتاعتنا. فنرجو ارجوك يا فندم تكون مراعي مع مراعاة ان هم قاعدين شهرين في البيت، يعني غلق السناتر، مفيش دروس خصوصيه، وهم عملي وعلوم ومفيش حد بيساعدهم خالص، فده كله على حساب الطلبه، يعني هو طالب هيعمل ايه ولا ايه؟ فنرجو يا فندم، نرجو الحته دي، ارجوك مراعاة للطلبه وشكرا لكم. معانا مين؟ معانا محمود صلاح برضو من امين اتحاد الطلبه، وهو ومن الترند من اكبر ترند على الفيس والانستجرام اللي هم بتوع المطالبه بمساوئ الاونلاين بالبعد. اتفضل. ايوه اهلا وسهلا. بدايه انا حابب اشكرك على الفرصه الكبيره ده هيجي انك وصلت صوتنا لجميع المسؤولين. ثانيا انا بتكلم من اول الازمه على مقترحات واضحه جدا. كل المشاكل اللي بتواجه الدولة في موضوع التعليم عن بعد احنا حصينا ليها حلول. بداية احنا بنتكلم على ان اعضاء هيئة التدريس والطلاب بيواجهوا مشاكل كبيرة جدا جدا في فكرة ممارسة التعليم عن بعد او عمل فيديوهات عشان الطلبة يوصل لهم الشرح بالشكل المطلوب. تمام، دي نقطة كلنا متفقين فيها ان لازم يكون في مهارات وامكانيات لازم تبقى معروفة ولازم تبقى موجودة عند كل دكتور أو كل طالب عشان يكون عنده موضوع التعليم عن بعد. وإحنا عندنا طبعا أول مشكلة الإنترنت. تمام. الجزئية الثانية إحنا بنطالب باستعجال الوزير لإصدار قرارات واضحة تعرفنا مصيرنا. إحنا دلوقتي بنعاني وعندنا ضغط. هو المفروض يكون في قرار آخر الأسبوع ده يا أحمد. يا محمود حضرتك كل مره بيتقال ان شاء الله الاسبوع الجاي هتطلع قرارات. احنا بنتواصل مع نواب وناس محترمه جدا بتعرفنا ان صوتنا وصل، ومشكور الوزير دكتور خالد انه بيعمل مجهود محترم جدا جدا لانه ليه سلطات ثانيه في المستشفيات الجامعيه والاجراءات الوقائيه لمكافحه كورونا، ولكن برضه الطلاب عندهم ضغط نفسي كبير جدا جدا ان كانت كليات عامه او كليات عمليه او كليات خاصه. الكل فعلا والله تعبان جدا جدا ومستنيين قرارات تعرفنا احنا هنعمل ايه. والازهر كمان يا محمود، يعني الازهر كمان حاسس ان هو برضو يعني هو حاسس لان المواد بتاعته كتيره قوي فحاسس بضغط عليه بزياده، يعني فاحنا عايزين برضو الازهر يا جماعه دخلوهم ضمن الكليات برضو، عايزين ذات سفير نظام واحد يطبق على الجميع بمنتهى العداله ومراعاه لمنهج كل كليه منهم. شكرا شكرا يا محمود، ونتمنى تكون الرساله وصلت وتكون واضحه، وان شاء الله بنتمنى باذن الله يكون في قرار في صالح هؤلاء الطلاب المستغيثين بجميع القيادات. طيب هنواصل معاك يا احمد، اتفضل. باختصار شديد احنا طلاب مصر عايزين سرعه قرار من الرئيس، رئيس الجمهوريه، عشان القلق اللي احنا فيه او التوتر الطلاب يعني. فباختصار اي كليه نظريه مفيش معنى خالص ان يتعمل لها بحث، عشان فيروس كورونا كل يوم الاعداد اللي بتتعرض على وزاره الصحه متزايده 100 120 كده، يعني معناها المرض ما انتهاش. تمام. اذا لن نمتحنه في شهر 6 ده اكيد يعني. فاختصارا للوقت نصدروا قرار ونريحوا الطلاب. تمام. ممكن يبقى كذا قرار، يعني قرار للنظري، قرار للعملي كده. تمام، ويبقى قرارات كويسه ومعقوله. تمام كده. وبرضو انا حابه، طيب انتوا كده رسالتكم وصلت، قبل بس ما نختم الفقره انا حابه برضو الثانويه عامه يا فندم، لان برضو لسه يعني جايه لي استغاثات والله قبل ما ننزل على طول على الموبايل، وانا جايبها عشان ما انساش ان الامهات والاباء خايفين جدا على اولادهم ينزلوا حتى لو في الاستاد، لو في الملاعب، لو في الاماكن، مرعوبين مرعوبين، يقولوا ازاي دول ولادنا، يعني ازاي
هيركبوا مواصلات وهيروحوا وهيجوا، طبعا مش هتبقى في نفس المدرسه بتاعتهم، والمراقبين هيجوا لهم من محافظات ثانيه، فصعب قوي يا فندم، صعب يعني. ما يبقاش برضو الثانويه العامه اللي هم يعني هم دول اللي احنا بنبقى معلقين، سنه مصيريه جدا ليهم، وبرضو نعرضهم يا ريت برضو ايه المشكله كل يبقى يعني، حتى دول بقى الثانويه العامه اللي ينفع معاهم اونلاين يعني، هم دول في مع تحسين النت طبعا ممكن امتحاناتهم تكون اونلاين، هم دول لان دول حاله استثنائيه جدا. واحنا في النهايه بنتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان نسمع باذن الله، احنا متوسمين كامل البشرى بقرار باذن الله يكون في مصلحه الطلاب وفي مصلحه الوطن بصفه عامه. شكرا. فاصل وباذن الله معاكم في الفقره الثانيه. شكرا.